الله بالسيارة مقر جديد وحلقة جديدة. واليوم يا حبايبي راح نلعب لعبة فيها مجموعة من الألعاب، وأهم لعبة موجودة في اللعبة هذه هي لعبة الـ XO. أتوقع أن كلكم تعرفون هذه اللعبة ولعبتونها في السابق وتعرفون النظام حقها، فلا تنسوا زر اللايك والاشتراك معنا في القناة. ويلا يا حبايبي خلينا نجرب مع بعض اللعبة هذه قدامنا، خلينا نضغط بلاي ونجرب مع بعض. طبعا في سنجل بلاير، فراح نروح سنجل بلاير، نروح للليفل الأول. الليفل الأول فكرة أن راح نلعب بنظام الثلاثة، نظام الثلاثة. يعني مثلا راح اختار الاوهني، المنافس اختار الاكس هني، انا اختار الاوهني، وانا بختار الاوهني. مثل ما تلاحظون فزت في اول ليفل، فاذا راح تكون الحين اللعبة بالطريقة هذه وراح تصعب معانا مع الوقت. يلا راح اختار فوق، المنافس اختار هني، راح اختار هني، المنافس اختار تحت، راح اختار فوق، المنافس اختار هني، غلطان، بناخذ هني وسكر على طول وافوز عليه. نروح الليفل اللي بعده ايضا ثلاثة في ثلاثة، راح اختار هني، اختار هني، اختار فوق، سكر، اختار هني، سكر، اختار هني، سكر، تعادل. اذا نعيد، اذا تعادل نعيد، تعادل نعيد، احط فوق، احط هني، اوكي، بحط هني، بحطه هني، فزت عليه. كفو، ترى ما انتبهت ان انا كنت لو حطيته كنت راح افوز، ما انتبهت نهائيا ترى المعلومه. الحين كبر معانا الليفل، اوكي؟ خلنا احطه هني، احطه هني، احطه هني، احطه هني، سكرت عليه، احط هني اسكر عليه، احط هني اسكر عليه، راح احطه هني. لعبه كم مني؟ أربعة؟ أوه لازم أربعة، نسيت الموضوع، مو نسيت الموضوع، ما أعرف النظام. أوكي يلا نحط من جديد، حط هني، حط هني، حط هني، غلط غلط يا سيد، حط هني، حط هني، ياس. أوكي نظام الأربعة شوي صعب، يعني معقد معقد، فهمت يا جماعة؟ مو موضوع صعب. سبعة في سبعة، سبعة في سبعة، حط هني، حط هني، سبعة في سبعة، الفايز ثلاثة، ما أعرف، حط هني، فزت، فزت خلاص. مشكلة ما أعرف كم الفايز، واحدة ثنتين ثلاث أربعة خمس. أوكي فوق مكتوب كم لازم عشان تفوز، خمسة هني. اوكي ذكي، هني هني هني، خربها، سكر عليه، سكر عليه. الحين انا في مرحلة الدفاع، انا في مرحلة الدفاع، سكرت عليه، خرب 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 يا سيد. سكرني، دوري، ياس فزت يا جماعة، الحمد لله. صعب اللعب لما يكون كبير المكان، ما توقعت. خمسة كالعادة، حط هني، حط هني، حط هني، لا ما تضبط، هني هني هني، حرام خربها، خربها في آخر لحظة، لازم ما أعطيه فرصة. زين، سكرته في آخر لحظة، سكر هني هني، نسى هني، يس 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 يس. لما تحاول انك تمشي معاه في كل مكان يضيع شوي، فينسى انت وش قاعد تسوي، اصلا صعب. زين زين، بس خلاص سويت حركة شوي تخلي الذكاء الاصطناعي شوي يضيع. تسعة أيضا، خمسة يفوز،
اوكي غلط يا سيد، المفروض هني. اوكي فاز صح، سكرها سكرها، لازم اسكر هني واسكر هني واسكر هني. او اسكر هني واسكر هني واسكر هني بعد. سكر كل مكان يا سيد، سكر عليك انت بفوز. اوكي اوكي لا 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 لا، انتبه انتبه، لا يخدعك لا يخدعك، خرب كل مكان. اعتقد تعال يعتبر، اعتقد تعادل. كان المفروض احطه هني، درو درو تعادل. انا لو حطيته هذا المكان خلاص كان ممكن نعيد مره ثانيه، نحاول وياه. زين زين زين، خلاص خلصناها خلصناها. قبل شوي طولت معاه والمره الثانيه فزت عليه بسهوله. اللي بعده وات، ما فهمت وش الفكره. المهم انها كانت مثل مساعده، اعطوني مساعده يعني يساعدوني كيف افوز. سكر زين. اوكي غلطان غلطان، لكن في النهايه فزت. غلطان لكن في النهايه فزت يا جماعه، ما ادري كيف انهم مشت معي. اللي بعده خمسه تفوز. زين ها خربها خربها، ما في ما في ما في، يس ما في ما في. ايش قاعد يسوي؟ ما في. انتبهت في اخر لحظه، انتبهت في اخر لحظه. يلا 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 نحاول مره ثانيه. زين اوكي، اضطر يخربها، مضطر هو لازم يسويها اصلا. اوف اوف اوف، كانه ورطني. أنه قاعد يورطني، يا ساتر. لا قاعد يفوز، والله قاعد يفوز. لا الحين لازم أفوز، الحين لازم أفوز. زين شلون؟ انتبه انتبه. وات المشكلة؟ وقاعد يسوي تكتيك يخليه عنده جهتين يفوز فيهم. اوكي زين خلاص. يس 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 يا جماعة، وش صار؟ المهم فزت عليه، فزت عليه. الليفل اللي بعده رقم 13، آخر ليفل راح نلعبه إن شاء الله اليوم. أوكي 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 أوكي، أوف حط فوق، حطه هني. لازم سكر كل الثغرات، سكر هذه. فاز، ما في تسكير ثغرات. انت من البدايه بدايتك غلط، فما ما في امل انك تسكر ثغرات. اوكي 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 زين راح يفوز راح يفوز.
انا شوي كنت مستعجل خلال الراوند هذا، لكن اتوقع اني راح اوقف هني. اتمنى عجبكم المقطع، ضغطوا زر اللايك، وباذن الله اذا تبون حلقات اخرى من اللعبه راح انزل لكم. ونشوفكم على خير، مع السلامه. اللايك امر مهم، طقه ولا تهتم، من ضمن الجيش الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم، هذا جيشنا يا عم، والاسيار اسطوره تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيله، قناه للصغار والكبار وتعتبر جميله، تقدر تشترك في لحظه تراهي ما هي حيلة.